كتاب عمدة الأحكام جمع قرابة 500 حديث من أصح الأحاديث من الصحيحين البخاري ومسلم، والمؤلف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه أحد علماء السنة والحديث في القرن السادس. ألف هذا المؤلف استجابة لطلب بعض الإخوان كما نص عليه في المقدمة. هذا الكتاب من أصح الأحاديث، من أصح الكتب، تضمن أصح الحديث مختصرة جملة واحدة، يسهل أن يحفظها المتعبد حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. هذا هو المراد. إلى أول حديث. أول حديث من أحاديث عمدة الأحكام الحديث المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. ويقول ابن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ولهذا وضعه البخاري رحمه الله عليه في أول صحيحه. ففهم هذا الحديث من أعظم المفاتيح لفهم سائر أبواب العبادات والمعاملات والعادات وغيرها من أبواب الفقه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر عند العرب، وهي أحد أربع أدوات في الحصر، وعند الفقهاء مسلكان لفهم هذه العبارة. المسلك الأول مسلك التقدير، فيقولون: إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما ثواب الأعمال بالنيات، أو إنما تجزئ الأعمال بالنيات. هذا المسلك الأول، مسلك التقدير. المسلك الثاني أن يقال: هذه اللفظة إنما الأعمال بالنيات لبيان الحقيقة، فما ثمة عمل إلا وهو مفتقر إلى نية. ولهذا قال: من كلف أن يعمل عملا بلا نية كلف ما لا يطاق. فهذه النية موجودة، لكن لا بد من تصحيح شيئين: أولا، من المقصود بهذا العمل، وما هو المقصود بهذا العمل. فمن المقصود هنا بحثه في الإخلاص، فالمقصود الرب تبارك وتعالى. الأمر الثاني: ما هو هذا العمل، هل هو فرض أو نافلة، هل هو كيت أو كيت. فيقال: الصلاة مثلا هناك نافلة وهناك مفروضة، الزكاة نافلة صدقة عادية وهناك زكاة مفروضة عليك، وهناك حج وهناك عمرة، ونحوها من الأعمال كالصيام وغيرها من الأشياء. فلا بد أن تعرف ما هو هذا العمل الذي أنت تقدم عليه. هذا باختصار شديد ما يجب معرفته من فهم هذا الحديث.